لقد تأثر التعليم في جميع أنحاء العالم جراء إغلاق المدارس، وقد أثر ذلك على المسار الدراسي لكثير من الطلاب. أصبح لابد من إجراء تغييرات تتماشى مع الواقع الجديد، فيمكن أن يضطر الطلاب لإمضاء وقت أقل في المدرسة. للاستمرار بالتعلم، لابد من الجمع بين المدرسة والدراسة عن بعد. لذلك قمنا بإجراء تغييرات وإدخال ابتكارات ووسائل جديدة على عملية التعليم، منها مبادرة جسور التعلم لنسهل عملية تأقلم الطلاب مع الوضع الجديد. نحن نعلم أن ذلك لن يكون سهلاً على الطلاب والأهالي والمعلمين، لذلك نحتاج دعمكم جميعاً، لكن أنتم كمعلمين تعدون جوهر التغيير. الطلاب يعتمدون على دعمكم وتوجيهاتكم ليستمروا في التعلم مهما كانت الظروف، وبالمقابل سندعمكم جميعنا. امسح الكيو آر على الشاشة لتدخل مبادرة جسور التعلم وتحصل على التدريبات.